زياد برجي بهجوم جديد على إليسا. أعطيت أغنية لجورج والسوف وصرت نجم، وأعطيت أغنية لغيره كنت رح فوت على الحبس. عاد اسم الفنان اللبناني زياد برجي ليتصدر حديث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما قاله من جديد عن أزمته مع الفنانة اللبنانية إليسا فيما يتعلق بأغنية وبطير والدعاوى القضائية بينهما. وعلى هامش حفله في سوريا أمس، عقد زياد مؤتمراً صحفياً تطرق خلاله إلى خلافه مع إليسا، إذ قال إن الإنسان عندما يؤمن أن لديه حقاً معيناً لا يتخلى عنه، ومن المستحيل ألا يسترد حقه، مؤكداً أن الأغنية هي حقه وصناعته ونتاج أحاسيس وتجربته وحبه لحبيبته وزوجته، وكذلك نتاج عمل بينه وبين شريكه في الفن الشاعر أحمد ماضي في مسيرة طويلة. وتابع زياد: اللي بدي وصله إنه ما حدا يترك حقه، قعدت مع حالي ورجعت حالي ولقيت إنه أنا من أول ما ابتديت فعلاً عم بعطي أغاني من نص قلبي لكل النجوم اللي اشتغلت معهم، وبتشرف إني اشتغلت مع قسم منهم ومش كلهم. مضيفاً: أعطيت أغنية لسلطان الطرب جورج والسوف وصرت نجم، وبس أعطيت أغنية لغير ناس كنت رح فوت على الحبس. أعطيت أغنية لأول هي وصرت نجم، أعطيت أغنية لغير ناس كنت رح فوت على الحبس. هذا وكان زياد برجي قد أعلن مؤخراً أن محكمة الاستئناف في بيروت أصدرت قراراً بأحقية نشر أغنية وبطير بعد النزاع بينه وبين إليسا على الأغنية خلال الأشهر الماضية. وشارك عبر حسابه في إنستغرام فيديو يحمل لحن أغنية وبطير، وقال بكل تواضع: بلحن، بغني، بمثل وبطير. من جهته رد جان نخول المنتج المنفذ لألبومات الفنانة إليسا على إعلان زياد برجي الانتصار، إذ قال في تغريدة له على حسابه عبر تويتر توضيحاً لما يتم نشره حول أغنية أنا وبس: القرار الصادر ليس استئنافاً للحكم، ما حصل هو أن المدعى عليه اعترض على قرار قاضي الأمور المستعجلة ولم يتم البت بالاعتراض حتى الآن، فصدر قرار بوقف العمل بالقرار إلى حين البت به، ويمكن الطعن بهذا الإجراء لتقوم إليسا بإعادة نشر التغريدة على حسابها الرسمي عبر تويتر.